ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل. هو يوصي أولاده بأن يكتسبوا المال وأن يصطنعوا المال وأن لا يكونوا عالة على الآخرين وأن لا يعيشوا كلاً على يعني غيرهم، وإنما يعني يكونون أهل عزة. ومن جملة ذلك أن يكتسب وأن يحترف وأن يصطنع وأن يمتهن وأن يكتسب المال بعرق جبينه وبكد يمينه، لا بالكدية والسؤال والشحاذة مثل ما يقولون، والتسول على أبواب المساجد أو على بيوت الأغنياء أو على في الطرقات أو عند الإشارات، لا، وإنما يكتسب المال. وهذا الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه، وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل وعلا قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال ابن عباس: الضرب في الأرض التجارة، التجارة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يعمل، ولذلك المسلم مطالب بأن يحترف ويعمل ويمتهن، ولا يجوز له أن يعيش هكذا على المساعدات أو على التسول. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن عقوبة التسول، وقال: من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر. وقال: المسألة خدوش تأتي يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن سؤال الناس، ومع القدرة على الكسب: من سأل الناس تكثراً جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال بعض العلماء المقصود ذهاب الحياء، وبعض العلماء قال هو على الحقيقة على ظاهره، يعني يبعث ورأسه هيكل عظمي. هذا المسلم، المسلم الذي يسأل الناس وهو غير محتاج أو قادر على العمل، يبعث يوم القيامة وتظهر الجمجمة فقط، ذهب اللحم من وجهه على الحقيقة. ولذلك ماذا قال قيس بن عاصم؟ أمرهم بماذا؟ بالمال وباصطناعه، البحث والسعي والاكتساب. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يلوم أولاده، فدخل عليه بعض أصحابه ويعني وجد الإمام أحمد يعني حزين، قال: ماذا؟ قال: آمرهم أن يذهبوا إلى السوق، يأمر أولاده يذهبوا إلى السوق يشتغلون، يشتغلون. الأنبياء كانوا يدخلون الأسواق، النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم واتجر بمال خديجة وباع واشترى صلى الله عليه وسلم، فلما بعثه الله اشتغل بوظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. كان يأتي الصناع وأهل الحرف في دكاكينهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الإنسان كما هذه وصية عظيمة: عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم. الذي يكون عنده المال يكون كريما، يكون وجيها، يكون محل تقدير واحترام الجميع، وهذا ما يحتاج إلى برهان، ما يحتاج إلى برهان. الناس يحترمون الأغنياء، يحترمون أرباب الأموال، يحترمون الذين يكسبون المال بكد اليمين وعرق الجبين مع التوكل على رب العالمين. هكذا قال: منبهة للكريم. أنت بمالك تستطيع أن تفعل أي شيء، تستطيع تشتري البيت والسيارة، تأكل أطيب الأطعمة وتشرب ألذ الأشربة وتلبس أفخر الثياب، ولا لأحد عليك منه، لا أحد له عليك منه. ولذلك قال: ويستغنى به عن اللئيم، يستغنى بهذا المال عن اللئيم. سفيان بن سعيد الثوري معروف، سفيان بن سعيد الثوري، إذا ذكر سفيان ذكر العلم، ذكر الحلم، ذكر الورع، ذكر الزهد، ذكرت العبادة. سفيان، سفيان بن سعيد الثوري، قال له رجل: ما هذا المال الذي عندك؟ عنده كان تاجرا رحمه الله تعالى، فقال: حتى لا يتمندل بنا هؤلاء، حتى لا يجعلون ممسحة،
يتمندل بنا هؤلاء، أكف يعني يقصد يكف ماء وجهه عن الآخرين ويعز نفسه، يعز نفسه. الآن كثير من الشباب وللأسف الشديد يعني عاطلين عن العمل، لماذا؟ لأنه أصلا هو ما يريد إلا عمل مكتبي ومكيف فوق رأسه، ويريد يعني أن يرتاح راحة ما بعدها، ولذلك يرفض العمل، يرفض. هو كل على والده، ثقل على أهله، حقيقة هو رقم من الأرقام التي هي تعاني منها البلاد. لماذا؟ لأنه ترك العمل، العمل موجود ولله الحمد، لكن هو يريد عمل مفصل عليه فقط، ولا لو دخل السوق وجد خيرا عظيما، وجد خيرا عظيما. من دخل السوق عرف وجوه التجارة وعرف كيفية الاكتسام. أنا أذكر وذكرت هذه القصة في مجلس من المجالس قريب لنا، كان يأتي وهو شاب حقيقة في الأربعين تقريبا، في الأربعين، يقول أنا تقاعدت وراتبي قليل وتقاعدي قليل، وأعطيته المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، أغلقت الباب وقلت له تعال، فيك مرض؟ عندك مرض؟ عندك شيء؟ قال لا ما عندي شيء. عندك سيارة؟ قال نعم، ونيت، عنده ونيت. فقلت له يعني أنا ممكن أستمر في إعطائك، في إعطائك، لكن أنا أعينك على أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ماذا أعمل؟ ما أحد يقبلني. قلت هذه مزارع في المدينة الفلانية، مزارع الآن موسم البطيخ، روح اشتري وبع. قال كيف وما كيف، أنا من قبيلة. قلت وش المانع يعني، وأنت من قبيلة، ما المانع؟ المهم أخذها وذهب. والله يا إخوان أصبح من التجار، أصبح من التجار، بدأ يأتي بالرد كامل بسعر زهيد ويبيع أضعاف مضاعف، أضعاف مضاعف. ولذلك الشباب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يلتزموا مثل هذه النصيحة، وأن لا يذلوا أنفسهم. الشاب الذي بلغ ويبقى عال على أبيه، عيب عليه، عيب أن يبقى عال على أبيه ووالده يصرف عليه. أنت رجل الآن، يجب عليك أن تنزل إلى الميدان وأن تكتسب، ولو والله بالتحميل والتنزيل، على أن تحفظ ماء وجهك، على أن تحفظ ماء وجهك، ولا تريق ماء وجهك، مع أن أباك قد يعني يتلذذ بالصرف عليك، لكن هذا ليس في صالحك. والمقصود بأن قيس بن عاصم قال رضي الله عنه: وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل. والمعنى أنك إذا اضطررت فالجأ إلى المسألة الضرورة التي تهدد نفسك المعصومة مثلا، هنا تلجأ إلى المسألة إذا وصلت إلى طريق مسدود، إلى حالة ما يمكن أن تجد فيها يعني عملا، تلجأ هنا في هذا إلى المسألة، فإن آخر كسب الرجل، أو يقال بأن المعنى أن آخر كسب الرجل يعني الكسب الرديء الذي لا خير فيه هو أن يسأل الناس.